الخير. في الوقت الذي بدأت فيه جلسات المجلس النيابي في مناقشة البيان الوزاري الذي سيحظى بأعلى نسبة أصوات ثقة رغم بعض التحفظات، يستمر الانزعاج الإسرائيلي الصريح من هذا البيان، ويترافق ذلك مع شبه حالة طوارئ سياسية وعسكرية تخوفا من منظومة دفاع جوي يملكها حزب الله كما تقول إسرائيل. لكن الخبر الذي توقفت أمامه معظم وسائل الإعلام كانت زيارة قائد المنطقة الأمريكية الوسطى ديفيد بيترايوس إلى لبنان، فسقط هذا الخبر في أولويات مقدمات نشرات الأخبار بتفاوت ملحوظ جدا فيما غاب عن مقدمات بعضها الآخر. المنار انتقدت الزيارة وطرحت تساؤلات عدة حول مغزاها بالشكل والمضمون، فجاء الجواب من المستقبل التي وصفت الزيارة بالهامة جدا، وهي قدمت بالوقائع والتسميات اعترافا صريحا بالتدخل الأمريكي المباشر ومدى الضغوطات المستمرة وبشكل مرحب جدا. تابعت الأوساط السياسية باهتمام خبر وصول الجنرال الأمريكي ديفيد بيترايوس إلى بيروت، الذي عين قبل فترة وجيزة قائدا للقيادة الوسطى الأمريكية، وقد التقى فور وصوله رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ووزير الدفاع الياس المر. وتشمل القيادة الوسطى الأمريكية المنطقة الممتدة من السودان ومصر إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران وصولا إلى آسيا الوسطى والهند. وفيما أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن مباحثات المسؤول الأمريكي تركزت حول مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني ليتمكن من صون السلام والاستقرار وحماية الشعب اللبناني، أعربت مصادر متابعة عن اعتقادها أن هدف زيارة بيترايوس بحث احتياجات الجيش اللبناني من السلاح والعتاد، وربما سيبدي اهتماما بالاسم المقترح لقيادة الجيش اللبناني، خصوصا وأن لبنان مقبل على نقاش الاستراتيجية الدفاعية. وعلمت أخبار المستقبل أن بيترايوس أبدى اهتماما خاصا خلال لقائه سليمان بفهم استعدادات الجيش اللبناني وحدود التنسيق بينه وبين قوات اليونيفيل في حال نجحت الضغوط الدولية في وضع مزارع شبعة تحت وصاية الأمم المتحدة. وإذا كانت واشنطن الحليف الاستراتيجي للعدو الإسرائيلي تلتزم الصمت إزاء ما يجري بعد الانتكاسات المتتالية لمشروعها سواء في هذا البلد أو في المنطقة ككل، فإنها تدأب على التذكير بحضورها ولو من باب الزيارات التي أكدت الوقائع السابقة أنها لم تجدها نفعاً. على أن زيارة قائد القيادة الأمريكية الوسطى إلى بيروت دون مقدمات تصلح لأن تكون مناسبة لمن اعترضوا على منح المقاومة حقها المشروع في القيام بواجبها الوطني، أن يسألوا الزائر الأمريكي عن سبب عدم تقديم بلاده أسلحة متطورة للجيش اللبناني للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. الان بي ان توقفت ايضا عند الزيارة التي جاءت في ظل الأجواء المريحة السائدة، إلا أن الجديد قدم شرحا مسهبا لها فيه كل العزاء والتشبيه. وفيما تسير الأمور سيرا طبيعيا وفق آليات التوافق التي أنتجها اتفاق الدوحة، توقف المراقبون عند الزيارة المفاجئة لقائد القيادة الوسطى للجيوش الأمريكية ديفيد بيترايوس، وما أعلنته السفارة الأمريكية عن تأكيد أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم لمؤسسات الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في سعيهم لحفظ استقلالهم وأمنهم. فشل سياسيو أمريكا فأوفد عسكريهم. بيترايوس يترجل بعد أن عجزت رايس. قائد القيادة الأمريكية الوسطى يتوسطنا وهو القادم من عواصف الصحراء ليبحث في بيروت التعاون السياسي والعسكري. في السياسة لا شيء يقدمه سوى تقبل العزاء في حكومة خيبت آمال واشنطن. أما في العسكر فإن أمريكا إذا أرادت مساعدة لبنان فما عليها سوى تزويده بطائرات مضادة للطائرات المعادية ويقضى الأمر. وهذا ما يعرف تفاصيله ديفيد بيترايوس أكثر من غيره، لأنه العسكري الضليع بالمؤن العسكرية، وهو يدرك أن المساعدات تتحول إلى استخفاف بالعقول الأمنية عندما تقتصر على سيارات خردة وبعض رنجات التشبيح التي ندفع ثمنها ماليا وسياسيا. وعد ذلك فإن التعاون العسكري الذي جاء ينشده بيترايوس يبقينا في مصاف الدول المتخلفة التي تراقب تراصف العسكر على حدودها الجنوبية وتنظر بعين الحسرة إلى دول دخلت الأندية النووية.
إلا أن خبر زيارة بيترايوس لم يلقى اهتماماً أو تعليقاً في أخبار الأو تي في والأل بي سي، فغاب الخبر عن مقدمات النشرة وأشير إليه بشكل عادي في سياقها. قائد القيادة الأمريكية الوسطى جال على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش بالإنابة، وعرض معهم الأوضاع في المنطقة والمساعدات للجيش اللبناني، وغادر مساء إلى بغداد. الجنرال ديفيد بيترايوس زار اليوم بيروت على رأس وفد عسكري، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة، وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في التعاون السياسي والعسكري بين لبنان والولايات المتحدة والمساعدات العسكرية للجيش اللبناني في التجهيز والتدريب. أما تلفزيون لبنان فمرر أيضا الخبر من ضمن استقبالات رئيس الجمهورية. الرئيس سليمان تسلم اليوم أيضا من السفير الإيراني دعوة لزيارة طهران، وفي الوقت نفسه التقى قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال ديفيد بيترايوس، الذي قابل أيضا رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة. أما التقارير الأولى لنشرات الأخبار فتوزعت بين زيارة بيترايوس والقلق في إسرائيل والتحضيرات لجلسة الثقة، كما الانقلاب في موريتانيا. البداية من زيارة بيترايوس الخاطفة إلى لبنان. قبل كل هذه التفاصيل نتوقف عند أجواء بالغة الأهمية لمجلس الأمن الإسرائيلي المصغر في خصوص بعض القضايا اللبنانية. إذن تناقش الحكومة الإسرائيلية الأمنية بلورة سياسية جديدة حيال الوضع في لبنان في ظل تزايد المخاوف في إسرائيل من احتمال تزود حزب الله بالصواريخ المضادة للطائرات. رئيس مجلس النواب نبيه بري يتوقع من بعبدة انتهاء جلسات الثقة على أبعد تقدير الثلاثاء المقبل، ورئيس الجمهورية ميشيل سليمان ينطلق الأربعاء إلى سوريا مزودا بأصوات الثقة. إذن رئيس مجلس النواب نبيه بري توقع بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة ألا تتجاوز جلسات مناقشة البيان الوزاري يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. 50 ساعة أو نصفها تهدر من حساب الكلام الجدي المنتظر في قمة دمشق وفي الحوار الوطني وفي إقرار قانون الانتخاب وفي إطلاق مسيرة الحكم ومعالجة شؤون الناس، إلا إذا كان البعض قد احترف لعبة إهدار الوقت كي لا يصل إلى الجد. تفاصيل كل ذلك يتقدم عليها خبر الانقلاب العسكري في موريتانيا. الخبر بلبنان مثل غيره من البلدان، ولكن لبنان بلد عايش أجواء معينة إقليمية ودولية. الخبر يجب أن يكون أساساً منطلق من منظار معلوماتي حتى يكون مجرد. هلأ في ناس كتير أو وسائل إعلام كتير بتذيع الخبر بيكون معلب أو موجه أو ملغوم مثل ما بيقول البعض، بالنتيجة بتنعرف الحقيقة. الخبر خبر ما بيقدر الواحد يشوهه، وإذا كان خبر مختلق أو في تجني كمان بيبين، بس ما بعود خبر بصفي وجهة نظر. الزجل النيابي ينطلق ودورة استثنائية للانتخابات. عادة الزجل بيكون بين مجموعة من الزجالين، من زغلول الدمور لموسى صغيب إلى آخره، وبمهرجانات الذوق الدولية فكرنا مع رئيسة اللجنة ست زلفة بويز أنه نعمل مباراة زجلية بين فرقتين موسى صغيب وزغلول الدمور لإحياء تراث الزجلي اللبناني. بس بمجلس النواب يختلف الوضع، لأنه كل واحد بيشكل فرقة لحد ذاته. مناقشة البيان الوزاري هي مناقشة برنامج الحكومة. هل لدى الحكومة من خلال قراءتك أو من خلال قراءتنا لبيان الوزاري خطة عمل لإنقاذ الوضع الاقتصادي، لمكافحة الفساد، لمحاسبة الفاسدين، لمعرفة وين ضاعت $40 مليار اللي هي دين على أولاد أولادنا، لمعرفة كيف بدنا نرجع نبني اقتصادنا، لمعرفة كيف بدنا ننظم علاقتنا بجالياتنا الكبيرة المنتشرة بالعالم،
لإنقاذ الجامعة الثقافية بالعالم اللي عملها الرئيس شهاب والشيخ كتير جميل، وتحولت اليوم لمجموعة جامعات كلهم يغني على ليلى. هل بيان الحكومة يتضمن خطة لإنقاذ الوضع الاستشفائي في لبنان؟ يعني إيهود أولمرت رئيس وزارة إسرائيل عم بيحاكموه اليوم لأنه ارتشى ب 150 ألف دولار. اليوم اللي بيرتشوا بعض اللي بيرتشوا بلبنان بمبالغ بالملايين، بيقولوا شو هيدا معقول رئيس وزارة وزعيم طويل عريض بيقبل يرتشي ب 150 ألف دولار ويتحاكم ويطير من رئيس الوزارة؟ ليك وين بعدهم بإسرائيل. جلسات المناقشة العامة هي مهرجان انتخابي طويل، مهرجان انتخابي طويل. كل نايب تذكريني، كل نايب بده يدلي ببيان انتخابي بيوجهه أول شيء لعائلته، ثاني شيء لأولاد الحي تبعه، أولاد الضيعة أو المديدة، أولاد المنطقة تبعه، وما تبقى بيوزعه على كل اللبنانيين لأنه الانتخابات بعد أقل من سنة. جنبلاط وجعجع بحثا في ثغرات العمل المشترك. تباين بكل وجهات النظر، وهالتباين هيدا برز من خلال وزراء فريق 14 أدار بحكومة فؤاد السني وحكومة الوحدة الوطنية، لأنه بعض الوزراء من بينهم وزراء القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وحركة التجدد صوتوا بالتحفظ على البيان الوزاري أو على بعض مضمون البيان الوزاري، ولكن التحفظ هيدي على الصعيد الدستوري والديمقراطي هرطقة بالممارسة. السؤال متعلق بجعجع وجنبلاط، في خلاف كبير بين اثنين ببرز بعد مؤتمر الدوحة وأسبابه بعد ما انكشف عن كل تفاصيله، ولكن الملاحظ جيدا انه فريق 14 ادار ما عاد فريق واحد، صار عدة افرقاء، والعشاء السري اللي اقيم قبل يومين بمنزل نائب جنبلاط ما بعتقد انه جبر الكسر اللي اصاب الاناء 14. سليمان يستعجل تعيين قائد الجيش والمرشحون خوري قهوجي بيطار ومسعد. يعني الجيش اللبناني هو مدرسة كبيرة، مؤسسة كبيرة، خرجت ضباط وجنود وقادة الحقيقة يشار إليهم بالبنان كما بقول المثل. الجيش اللبناني سجل انتصار كبير بمعركة نهر الباري ضد الإرهاب الدولي. الانتصار هيدا ما سجلته اعتى الدول واقوى الدول بالعالم اللي عم بتحارب الارهاب. هيدا الجيش اللي ما عنده طيران، ما عنده غطاء جوي، يفتخر الى امكانيات في ذاته خارجي على حصوله على امكانيات دفاعيه. مثل ما قلت عنده ضباط مخرجين من مدارس عليا، عندهم خبره واسعه، عندهم مناقبية عسكرية كبيرة، عندهم وطنية لا غبار عليها. طبعا ما فينا نقول الكل بصف واحد، ولكن معظم الضباط عندهم مناقبية وطنية وعسكرية عالية. لذلك ما بنقدر يعني منو حزب الجيش لنقول نحن مع فلان ضد فلان، مع مسعد مع خوري، ولكن كل ضابط من هالضباط اللي أشرت لهم وخاصة جورج خوري يعني قدموا خدمات جلة للوطن بأحلك الظروف. لابد وأن تؤخذ كل هالخدمات مع أداء كل ضابط كبير عند البحث بتعيين قائد للجيش، لأنه قائد الجيش يجب أن يتحلى بكل هالمناقب اللي أشرت لها. سليمان يطلب من الأطراف تزويده اقتراحاتهم حول ملفات البحث في دمشق. أهمية
زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية اللي انتخب رئيس توافقي العماد ميشيل سليمان لدمشق انه رح تكون زيارة مميزة وغير مسبوقة للأسباب الآتية. أولاً رئيس الجمهورية لن يسلك الخط العسكري، سيسلك خط الحدود المرسوم ما بين لبنان وسوريا. هالحدود هي اللي عم هنالك جو ومناخ متوافق عليه من البلدين، من قادة البلدين بإعادة رسم هذه الحدود، مما يسمى اليوم ترسيم الحدود اللبنانية السورية. يسبق إلى دمشق رغبة مشتركة من البلدين خصوصا من لبنان بتنظيم العلاقة اللبنانية السورية، أن تقوم علاقات دبلوماسية بين البلدين، أن يكون في لبنان سفير سوري وفي سوريا سفير لبناني، مثل كل الدول اللي بتحترم بعضها وبتحترم حالها، لأنه العلاقات بالماضي كانت قائمة عبر ضابط مخابرات أو عبر سياسي يتسكع على أبواب المخابرات، والسياسيين معروفين من أن كانوا يتسكعوا. هنالك أخطاء كبيرة وجسيمة ارتكبت سواء من اللبنانيين أم السوريين على هالصعيد، بتأمل أنه يكون في رغبة يجسدها الرئيسان اللبناني والسوري بلقاء 13 آب، بالاستفادة من كل الأخطاء والخطايا اللي ارتكبت في الماضي على صعيد ملفات العلاقة اللبنانية السورية اللي هي كبيرة. مثل ما نحن كلبنانيين بعد خروج سوريا من لبنان عم نطالب سوريا ما تتدخل بشؤوننا، كمان ما نسمح لحالنا إن نتواطأ مع أي جهة سورية معارضة أو موالية أو أجنبية أو عربية أو دولية بدها تتآمر على النظام السوري. نحن ما لنا علاقة بالنظام السوري، النظام السوري الحالي أو الماضي أو اللاحق أو الحكومة السورية أو الوزير السوري ما لنا علاقة فيهم. مثل ما نحن عم نطالب السوريين ما يتدخلوا بشؤوننا، كمان نحن لازم نحترم هالمبدا ما نتدخل بشؤونهم، وما نسمح مثل ما قال المغفور له الرئيس رياض الصلح الا يكون لبنان مقرا او ممرا لاي تآمر على اي دوله عربيه وخصوصا سوريا اللي لنا مصالح نحن مشتركه معها. لازم نستفيد من اخطاء وخطايا الماضي، هنالك مصالح مشتركه للشعبين طويلة عريضة بكل المجالات الأمنية الاقتصادية التجارية الثقافية التبادل الفكري السياحة. طيب إذا ما نوضع أسس جدية محترمة من قبل البلدين ويعمل بها موثقة باتفاق ومشرعة باتفاق متبادل يقره البرلمان اللبناني والبرلمان السوري ومحترم من قبل الحكومتين، رح تضل العلاقة فوضى بفوضى، ولا سمح الله ممكن نرجع للأيام السابقة. كرامي، هناك من يغذي أحداث طرابلس بأمال وبالسلاح. يعني كل سياسي عم بيزود أي لبناني بقطعة سلاح أيا كان هذا السياسي، عم بيعطيه سم، عم بيعطيه سبب للإخلال بالأمن، لأحداث فتنة بالبلد، لتخريب الوضع الأمني اللي بينعكس على كل الوضع الداخلي. هالآفة نحن عم نعاني فيها من زمان وجاي. بيعطوا بعض السياسيين اللي بيملكوا المال والسلطة، بيعطوا مواطنين أو أحزاب أو طوائف أو ميليشيات أو مافيات، بيزودوهم بكميات صغيرة أو كبيرة من السلاح من كل الأصناف وببعض المال. شو منتظرين منهم هون؟ رح يوصفون مشان الخدمة العامة، مشان تطهير لبنان من الفساد، ببرنامج كاريتاس. هون رح يوصفون إما للتخريب، إما لإساءة للاستقرار الأمني،
إما للقتل إما للاعتداء على الناس من أي طرف كانوا. لذلك مطلوب من الحكومة من السياسيين اليوم ما يعطوا أمال للي عم يعطوهم سلاح إنه بدهم ينتصروا بالسلاح. ما في رأي بينتصر بالقوة، الرأي بالإقناع بالحوار بالتعاطي الإيجابي المبني على الخلقية الوطنية، على احترام الرأي الآخر، يا بيكون الحكم لإله يا بيكون هو بالمعارضة، وهون بيصير في تبادل للسلطة وتغيير للسلطة، مش بالعنف ولا بالسلاح. ما حدا بينتصر بالقوة، لذلك السلاح الموجود اليوم طبعا ما بيعني سلاح اللي هو للدفاع عن الوطن أو لتحرير ما تبقى من أجزاء من أرض الوطن أو لتحرير المياه اللبنانية المسلوبة من إسرائيل، وماني عم دافع عن حدا، هيدي من مسؤولية الدولة ما في شك، ولكن توزيع السلاح بين إيدين المواطنين بالمدن والقرى والأحياء حتى الأبنية، هيدا اللي عم يعمله عم يرتكب أكبر جريمة بحق الوطن. إسرائيل مستمرة بتوجيه التهديدات إلى لبنان وتلوح بإشارة قاسية. يعني غريب، إذا واحد شاف بإيد التاني خنجر هجم عليه بده يقتلوا فيه، إذا كان حدا عطاه للمهاجم، إذا عطاه عصاية ليدافع عن نفسه فيها، اللي حمل الخنجر بيحتج وبياخد عفاته إنه كيف حدا عطاه عصاية ليدافع عن حاله. طيب لبنان عم يبعث الطائرات الحربية تطير فوق إسرائيل ولا العكس عم يصير؟ طيران الحرب الإسرائيلي كل يوم بخيل بالأجواء اللبنانية، ينتهك كل الأعراف، ينتهك السيادة والحرية والاستقلال اللي هي نتغنى فيها نحن كل يوم. طيب إذا كان حدا بده يعتقد بقلب إسرائيل من المسؤولين السياسيين أو العسكريين إنه لبنان رح يمتلك مدفع مضاد للطيران، بده يوضع فيتو علينا لحتى ما نحصل على هالمدفع وتقوم القيامة علينا ما يعطونا هالمدفع أو الصاروخ لندافع عن عرضنا وأرضنا وسيادتنا الوطنية. لذلك المعتدى عليه هو لبنان، هو اللي لازم يتشكى مش الإسرائيليين، لأنه الإسرائيليين هن اللي بيملكوا القوة العاتية بالمنطقة مش نحن، والكل بيعرف إنه لبنان جيشه بدون غطاء جوي. طيب لذلك نتحير اليوم لما بنقرأ بالصحف الإسرائيلية إنه في تخوف بإسرائيل إنه لبنان يمتلك صواريخ مضادة للطيران، ممكن تنضرب طيارة إسرائيلية ويوقع الطيار أو طاقم الطيارة ويصفوا أسرى. لا، ما بيجوز، لازم الطيران الحربي الإسرائيلي يخيل بالأجواء اللبنانية من دون أي رادار. زيارة بيتريوس اهتمام بالاسم المقترح لقائد الجيش اللبناني. إذا صح هالكلام المنقول عن أخبار المستقبل، معنى ذلك عم نعترف نحن أنه بحق للغير يتدخلوا بشؤوننا، مثل ما نحن بنعترض على تدخل السوريين أو الإيرانيين إذا صح أنه في تدخل، كيف نحن بنقبل نشير إلى أنه جنرال ديفيد بيتريوس جاي على لبنان لحتى يعرف مين صارت، وكأنه بلبنان ما في دوائر أمريكية وما في سفارة أمريكية وما في دوائر معلومات أمريكية بتخلي كل دوائر واشنطن ومتفرعاتها حتى الجنرال بيتريوس يعرفوا سلفا مين بده يكون قائد الجيش بلبنان. يعني بعتقد هيدا صبيانية بالتعاطي بالخبر. جنرال بيتريوس زار لبنان، هو قائد القوات الأمريكية بالشرقين الأدنى والأوسط، هو يملك معطيات استراتيجية العسكرية الأمريكية بالمنطقة، هو قائد الحرب بالعراق، هو مولج اليوم بالخطة العسكرية التي يتحدثون عنها لضرب المفاعلات الإيرانية، يهم أمريكا أن يكون لديها معلومات من على الأرض ليشوفوا إذا بده يصير في
عملية عسكرية إسرائيلية ضد المفاعلات الإيرانية، هل إنه لبنان سيكون مجال أرضه لرد فعل حزب الله أو سوريا أو غيرهم ضد الأمن الإسرائيلي؟ هذا ما يهم الولايات المتحدة اليوم، يهم أمن إسرائيل، آخر همومة أمن لبنان. الجنرال بيترايوس إذا صح كمان أنه جاي يشوف شو حاجاتنا الدفاعية، ما في لزوم يتعذب ويجي لهون، معروف في سلفا حاجاتنا الدفاعية، بدنا طيران حربي، بدنا رادار، الرادار قصفته المدفعية الإسرائيلية وهذا معروف وتهدم، بنيول فرنسيين عنا بلبنان قصفوه بالسبعينات وحرب 67 5 حزيران، بعدين الطيران الحربي اللبناني بيعت معداته خردة والجيش بدون غطاء. بيترايوس كل معاوني بيترايوس بيعرفوا سلفا بدون ما يتعذبوا لهون شو حاجاتنا، ولكن معروف تماما انه في فيتو على تسليح اعادة تسليح الجيش اللبناني، والفيتو هو اسرائيلي، والامريكيين لا يمكن ان يخرجوا عن الفيتو الاسرائيلي. فرنسا لا تتوسط في المزارع، في مزارع شبعة، مزارع شبعة صار في كلام من 3 اشهر قبل مؤتمر باريس الاتحاد المتوسط، انا كنت عم غطي هالمؤتمر، صار في كلام امريكي اوروبي فرنسي حتى عربي انه تنسحب اسرائيل، يعني الاسباب اللي يقال انه حزب الله متوفره لإله لحتى يبقى سلاح بين ايديه وتبقى المقاومه مستمره، هي وجود الاسرى اللبنانيين بالسجون الاسرائيليه، استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعه وتلال كفر شوبة، انه اذا كان انسحبت اسرائيل ضغطت الدول الكبرى بيناتها فرنسا وامريكا على اسرائيل للانسحاب من مزارع شبعه وتلال كفر شوبة واطلقوا الاسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيليه واعيدت الجسامين، يفقد حزب الله مبرر استمرار حمله السلاح. ولكن الاسرائيليين مش لهالسبب موجودين بس بمزارع شبعة وتلال كفر شوبة، الاسرائيليين موجودين هناك لحتى يحموا مضخات كبيره كثير ومتطوره عم تسحب الثروه المائيه اللبنانيه من بطن الارض وتضخها على اسرائيل. الحرب بالشرق الاوسط اليوم هي حرب المي، ما في مي باسرائيل الا من لبنان، الا من هضبه الجولان من القنيطره، باطن الجولان والقنيطره في رصيد في ثروه مائيه كبيره مثل لبنان، هيدا السبب اللي خلى اسرائيل تقول لهم ضبوا هالملف، انا ما رح انسحب مزارع شبعه. ويقال انه ابلغت تسيبي ليفني وزيره خارجيه اسرائيل، ابلغت كوندوليسا رايس بالجوله الاخيره انه تطوي هالملف الا اذا القوات الدوليه بدها تحط يعني بدها توضع بمزارع شبعه، اسرائيل بدها تبقي قوه عسكريه للمراقبه لمزارع شبعه، معناها الاحتلال سيستمر لذلك الملف طوي، والرئيس الفرنسي ما عاد عم يراجع فيه لانه اسرائيل قالت لا. كارثة النار المشبوهة تنكفئ، مصادر حكومية عم بتأكد انه النار مفتعلة، هون هيدا بيبرز اكبر تحدي للحكومة انها تعرف مين عم بيولع النار، بس ما بعتقد الحكومة رح تقدر لانه الاجهزة الامنية اللي سبق وعجزت عن معرفة مين عم بيقتل زعمائنا، مين عم بيزرع العبوات الناسفة بالمناطق، مين عم يزرع السيارات المفخخة، وين عم تتفخخ السيارات، مين عم يغتال هالزعيم أو هالنايب أو هالمعترين على الطرقات، عجزت عن أنها تمسك خيط واحد بقودها لمعرفة المخطط والمنفذ. كيف بدها تعرف مين عم يولع النار بالغابات؟ عم بيحرقوا لبنان الأخضر، ما في شك أنها مؤامرة كبيرة كبيرة كبيرة،
ولازم الدولة تتجند، وهذا تحدي كبير 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 أمام وزير الداخلية زياد بارود. طبعا ماني حمله المسؤولية، ولكن عليه أنه يشدد على زعماء الأمنيين يعرفوا يتحروا مين عم بيولع النار بغاباتنا. مع يعني عندنا ثروة مائية عم تنهب، طيب عندنا الثروة الحرجية اللي مميزة لبنان عن غيره من هالصحاري بمناخ جيد، ولو منتغاضى عن اللي عم بيحرقها وعم بيزيلها. بس قالوا له ليش عم تنفخ اللبن؟ قال لهم لأنه كواني هو حليب. أنا بذكر بأوائل الستينات الرئيس فؤاد شهاب صار يطلع انفجارات ببعض أحياء بيروت، كان وضع السياسي معوكة. هيدي عم بحكي بال تقريبا بعد 58، بأوائل الستينات، والتفجيرات بالزمان ما كانت سيارات مفخخة وأنابل وإلى آخره، كانوا يحطوا إصبع ديناميت ببرميل بحي بالليل، ينفجر إصبع الديناميت يعطي البرميل صوت عالي يوعوا أهل الحي. تروح تقارير للرئيس شهاب تاني يوم من أجهزة الأمن إنه حصل انفجار بالمحل الفلاني، تبين إنه مجهول وضع شو اسمه أمبلة صوتية أو إصبع ديناميت، أو فلان ضربوه بالموس مثل المرحوم نسيب مجدلاني والمرحوم الزميل ميشيل أبو جودي ضربوهم بالموس وفر الجاني، ودعا أبو جودي ومجدلاني على مجهود. بذكر يومتها الله يرحمه المير مجيد إسلام كان وزير دفاع، عندي موعد معه ورايح شوفه بالمكتب وزير الدفاع، بقول لي أنا بدي بتوجه على قصر الزوق القصر الجمهوري في اجتماع طارئ لعين عليه الرئيس، أنا وزير الداخلية وكل وقائد الجيش وكل المسؤولين عن الأجهزة الأمنية. شو القصة يا عطوفة المير؟ رحنا على الزوق مع الزملاء لنغطي الاجتماع لنشوف شو النتيجة. كان وقتها الرئيس شهاب بعت ولا كل المسؤولين عن الأمن، قال لهم ما بقى بدي اتلقى تقارير، ادعيته على مجهول وقالوا انه في مجهول، انا المجهول بدي اعرفه، بدكم تعرفوا مين عم بيفكر وعم بيخطط ليحط اصبع ديناميت او ليضرب واحد بالموس، وتلقطوا تحطوه بالحبس وتحكموه قبل ما تصير الجريمه، واي شيء بيصير وما بنعرفه بتوعوا على بيوتكم. وهيك صار الالعاب الاولمبيه في قبضه التنين. هيدا حدث كتير كتير مهم، يعني بنينا نحن المدينة الرياضية بكل ملاعبها، مدينة الرئيس كمال شمعون الرياضية اللي لغاية اليوم طار من عن مدخلها اسم الرئيس كمال شمعون. ما بعرف اهتمامات الأستاذ دوري شمعون إذا رح توصل لحتى يطالب حلفائه، أي رئيس الحكومة والنائب سعد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب سعد الحريري، إنه يرجعوا اسم الرئيس كمال شمعون إلى مدخل المدينة الرياضية، لأنه هي المدينة الرياضية اسمها مدينة كمال شمعون الرياضية. هيدا الواحد. أما بالنسبة للألعاب الأولمبية شغلة كتير مهمة، العالم كله بده يتابعها بكل اهتماماته، لأنه هي رياضة، كل الشعوب المتقدمة عم تتبارى رياضياً بملاعب الصين لحتى تسجل انتصارات ويرجعوا فرقها بالميداليات، سواء كانت ذهبية أو فضية. بس لسوء حظنا نحن بلبنان لاعبيننا اللي هن مهرة بالفعل بكل الألعاب بكل الألعاب، ولكن ما عم بيلاقوا من الاهتمام الحكومي أو السياسي ما يمكنهم من الحصول على هالميداليات. اليوم سمعت بإحدى نشرات الأخبار إنه الفريق اللبناني كان عم يتدرب بالملعب البلدي ببيروت اللي بيفتقر لكل مقومات التدريب من أولها لآخرها لتأهل هالفريق اللبناني ليروح على بكين ويرفع راس لبنان. بس الحمد لله فرقنا اللي هي مستغلة سياسياً حتى
كرة القدم وكرة السلة صارت فرقة سياسية تابعة إما لثمانية أدار لما 14 أدار إما لفلان إما لفليتين ما عادت رياضة. لذلك بهمنا الرياضة اللبنانية ترجع توقف على إجريها. لبناني ثبت مثل ما ثبت عبر تاريخه الرياضي إنه هو موجود. بدي أطلب من كل واحد منكم، كل صبية بيناتنا، كل ست، كل ولد، كل شاب، كل رجل موجود يحضر حاله من هلأ تفرد مرة يا خي على القليل في نغمة بقى نخلص منها، هاي نغمة 70%. طالما الدكتور رجع القوات اللبنانية لازم نشوف نحن كيف صحته ونطمن عن صحته دايما، لأنه طالما هو موجود نحن 70% مضمونة. ما في مشكلة يعني، أنا هذا رأيي يعني، لأنه يعني بتصور هو له فضل كثير على 70%. بس برضو قد ما كانت امكانياتهم كبيره قد ما البعض حاولوا، تاريخ ما بيوم من الايام راح يرجع لورا، ومره من جديد ما راح يرجع لورا، راح يقدم لقدام، وبالتالي كيف ما كان يكون ما راح نلاقي حالنا الا منتصرين، وما راح يلاقوا حالهم الا مهزومين. يمكن تزبط معه هالمره. الزمن وتغيرات الزمن، ويمكن اهلنا بالسماء بعثوا لنا اياه على الشمال تيكون راسنا وراسه هالمره بالانتخابات. في البعض بعدهم متاثرين بالانتخابات اللي صارت بال 2005. من هلا بقلكم بدنا كلنا سوا نشيل من راسنا اللي صار بال 2005. اللي صار بال 2005 اللي صار بال 2005 بنت ساعته وابن ظروف، ابن ظروف معينه وابن تسلسل احداث معين. هالظروف راحت وهالساعه راحت، والله يقطع هالساعه. ويبدو واثق انه بانتخابات 2009 دائما دكتور جاجع ما شفت ولا مره بيحكي مش واثق. اي يعني بس ولا مره صار اللي واثق فيه. في محل يعني تحت الشمس وبعيون ربنا في محل الكل، وبالسياسه في محل الكل. اللهم نعترف كلنا بوجود الكل، كل منا يعرف شو حجمه بالزيت ويتصرف على هالاساس، ساعتها بنكون كلنا بخير. هو بوقتها وقت اللي اجى على قياده الكويت اجى بانتخابات، مثل ما بتذكر معي انتخبوه، بيعرف كثير الانتخابات، هو ترشح على انتخاب مره واحد سحب بالقياس سحب بالكتاب وصار. يعني بتصور انه واحد بده يحكي بالديمقراطيه بالانتخابات لازم يكون يعرف شو هي. بقى وهو وقت يعني وقت اجى يعني كله يعني ما اخذ موقع الا بالديمقراطيه. الدكتور سامي جعجع، دكتور جعجع، هناك كلام عن انطلاقة حوار مسيحي مسيحي، متى سيتم ذلك؟ نحن بالحقيقة ولا بوقت من الأوقات انقطعت قنوات الحوار مع كافة الفرقاء المسيحيين، طبعاً مع مسيحيي 14 أدار مش بحوار حتى بتفاهم مستمر. اللي صار أنه العماد الرئيس العماد بشير السلمان وقت اللي ذبته على الغداء وحتى قبل ما يعمل رئيس انحكى بأنه هذا الملف المسيحي المسيحي لازم يتسكر. ونحن من اول الطريق نادينا كثير انه هذا الملف المسيحي لازم يتسكر. ونحن جينا قلنا اوكي مستعدين نقعد مع سمير جعجع وجود العماد بشيرعون. طرح يوم انه يكون رئيس امين جميل انه ما عندنا اي مشكله. هلا بوقتها انه لا ما بنقبل بالعماد بشيرعون. المشكله الفعليه هي انه ما عم نتوصل من وراء هالحوار اللي عم بصير او هالحوارات اللي عم بتصير ولو بشكل غير مباشر، لانه الحوار لا يعني انه نقعد قدام الكاميرات ونتصور ونسلم على بعضنا ونضحك ونرجع نروح ويضل كل شيء مثل ما كان. بقى هالحوارات الفعليه اللي عم بتصير بس ولو الغير مباشره ما عم تقدر تحرك بالمواقف السياسيه لا لنا ولا للفريق الاخر. انا بقول شغله، المصالحه المسيحيه المسيحيه اهم من الانتخابات، ما حنوقف هون، بس هي المصالحه المسيحيه المسيحيه بتصير. نحن قلنا كانت بكركي البطرك بيحب ما بيحب ما انا مشكله. طب هذا رئيس جمهوريه اللي هو رمز لبنان اليوم ويلي هو نقطه التقاء لكل المسيحيين. نحن بنفتخر انها تكون عنده بس بوجود ميشيل عون وبوجود
اذا بدهم امين جمعي. هلا بدهم يجيبوا لي مثلا، بدي اجيب الست نايلة معود، ما عندي مشكله بيكون الشيخ جبران طوق. الفريق الاخر مصر على موقفه السياسي، على الناهج السياسي اللي معتمده، ونحن طبعا مصرين كثير على موقفنا السياسي وعلى النهج السياسي المعتمدين. فالحوار مستمر ولو بشكل غير مباشر، بس للاسف مش عم بيؤدي لهلا لاي نتيجه. يعني نحن من اول الطريق قلنا اوكي ما عندنا مشكله، نحن اللي طالبينه انه يصير في نوع من يعني نطلع من هذا الجو، وما يصير في مثل التباهي بالماضي، خي هذا الماضي سيء علينا وعليهم. يلي بينكر التاريخ شو بده يصير؟ التاريخ بده ينكره. لا طالبين اعتذار، لا طالبين انه خي اخر شيء وجدانيات، انه نحن المسيحيين دفعنا ثمن قتلنا بين بعضنا، نحن خي هذا ما جاب الا 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 الا, إلا, إلا الاساءه للمسيحيين ولا اضعاف المسيحيين، نحن من اليوم وراح بدنا نفتح صفحه جديده. يعني انا يعني عم بعطيك هذا الجو، يعني ماني عم بطلب انا انه طالب منهم عم بكسر ب 8 اذار تقبل، يعني شو عملوا؟ حرب التحرير اولا هي كشفت القناع عن حقيقه الحرب على لبنان، وهون كان دور العماد ميشيل عون بكشف هالقناع كبير.
بهالظرف أنا كنت بقوم بوظيفة قائد اللواء الثامن، استلمت أنا من سنة 84 لسنة لنهاية 90، وكنت عينت مثل ما الكل بيعرفوا خلف للعماد ميشيل عون. نحن كنا بجهوزية تامة لأنه كان القصف مستمر، كنا بحرب مستمرة من سنة 84، تروق أحيانا وتقوى أحيانا. وقت أعلن العماد حاون حرب التحرير اجتنا مثل نوع من الفرحة الحقيقة. أقسم بأرضك بلادي بصمتنا العميق، أقسم براية الحداد بطلعة الشهيد، أقسم بأرضك بلادي بصمتنا العميق، أقسم براية الحداد بطلعة الشهيد، بشرف النضال بثورة الأبطال، برفعة الرؤوس في ساحة القتال، بشرف النضال بثورة الأبطال، برفعة الرؤوس في ساحة القتال. فخر للبنان ومجد لشعب لبنان أن يقف جنرال بلباس مرقط ويقول لهؤلاء النواب وللعالم أن الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من أشكال الموت، بينما العالم يخاف من العسكريين. أقسم بالله ضمن مثل نداء للشعب اللبناني انه يدعم جيشه بهالمعركه اللي هي معركه تحرير لبنان، فلبى النداء. في ظاهره كثير حلوه وبدي ركز عليها، هي قصه التحاق الانصار بالجيش اللبناني. اكيد الكل بيعرف عديد الجيش اللبناني انه كان محدود وكانت الجبهات كثير واسعه بالنسبه لنا. بقى اجت فكره عند العماد عون انه يطلب انصار من الشباب اللبناني. ما حدا بيتصور قديش كان الحماس. يعني بالنسبة لي انا ضمن لوائي كان عندي تقريبا 1000 شاب نصير موجود ضمن اللواء، وكانوا ياخدوا نفس الوظائف اللي بيستعملوها العسكرية. هبة الشباب اللي صارت لدعم الجيش ملفتة جدا يعني. والجيش بيقدر حوالي 4000 شاب انضموا للجيش اللبناني، إن كان للواء الأنصار وإن كان على مرابط المدفعية وفوج الهندسي وغيره، إلى جانب أنه لأول مرة بالجيش اللبناني تقبل الفتاة بمؤسسة الجيش. تسألوني مين معك ومين مش معك، وما تسألوني عن الإجماع أو عن عدم الإجماع. طبيعة عملي طبيعة قيادية، عند الخيارات الكبرى ما بيصوتوا الناس، هناك اختيار قيادي بيمشي فيه الإنسان وبيخوض معركته بمن حضر، والمتخلف عن المعركة يحكم عليه التاريخ والشعب. فإذا من شاء معركة التحرير بتساعه، ومن لا يشاء ينقي الموقع اللي بده إياه، ما حدا يسألني عن المواقف. هذا موقف صريح نهائي غير قابل للجدل بالنسبة لإلي وللشعب اللبناني ومن أمثل القوى المسلحة وكل الذين يعملون لسيادة واستقلال لبنان. نخوض المعركة بمن حضر. خالد شان يا جبار، نحن ورثة بطولة وشهادة، والبطولة والشهادة مش للمتفوقين لا بالعدة والعدد،
البطولة والشهادة الذين ينتصروا بيتوفقوا وقت بيكونوا أقل عدداً وعدة، بينتصروا بجودتهم. نحن بالجودة تبعنا ونحن بعددنا القليل وبالقيم بدنا نضل موجودين وبدنا ننتصر مهما غليت التضحيات. واللي حاول سوق الغرب مرة واثنين وثلاثة يحاولها رابع مرة وخامس مرة كمان، أهلا وسهلا فيه. نحن قاعدين هون ومش من الأشخاص يلي بيفزعوا عند أول سماع شائعة أو خبرية أو عندما بيشوفوا دبابة. صرنا معودين على رؤية الدبابة ومواجهتها بأي لحظة. أنا خضت حرب الحروب كلها سوا من سنة 83 لسنة 9 ولسنة 90 ل 13 تشرين 90، وكلها معارك كانت متتالية. المعركة الأهم واللي بيذكروها كل اللبنانية هي معركة سوق الغرب 13 إب 89، وقت انخرقت الجبهة اتصل فيي العماد عون، وكنت مش موجود أنا على جبهة سوق الغرب، كان في لواء غير اللواء الثامن. طلعنا من الساعة 9 انتقلنا من المتن الشمالي لسوق الغرب بساعة واحدة. كانوا العسكرية متحمسين يرجعوا على سوق الغرب لأنه هيدي المنطقة اللي ارتبط مصيرهم، مصير اللواء الثامن بمصيره، وما حدا كان فيه يتصور أنه كيف كانت وقت ينتقل اللواء أو تنتقل الوحدات تبعنا. كان العدد المقاتلين أكثر من الآليات اللي جاهزة لنقلهم. العماد عون كل حياته كان يعتبر الجيش مثل ولاده، وكانت العلاقة بيننا نحن كقادة الألوية وبين قيادة الجيش كانت علاقات كتير ودية وكتير في تقارب. يعني وجود العماد عون على السمع على الأحداث اللي عم بتصير على كل الجبهات كان دايم، كان هو إذا ما نحن اتصلنا فيه هو يتصل فينا. بعض الأوقات كان عنده بعض التوجيهات، ونحن وقت نعوز أي خبرة أو سؤال منه كنا دغري نتصل فيه، وكان الاتصال مستمر ودايم من دون أي بروتوكول. مكننا بظرف ساعات لبعض الظهر تقريبا بإجبار الخصم اللي دخل على سوق الغرب أنه يطلع، ورجعنا الجبهة مثل ما هي. وكان نهار بفتكر كتير بيتذكروا اللبنانية وما بينسوا بحياتهم. الاحتضان كان دائم، ما فينا نربطه بمعركة واحدة، بس على أثر هالمعركة هيدي كانت الاحتضان الشعب زاد، لأنه لقوا أنه هالجيش اللي عم يحتضنوا بيقدر يحميهم ساعة الخطر. بدي أرجع على ذكريات ما بتنسى، ذكرى أحبة سقطوا بساحة الشرف حتى نستمر ونبقى، ذكرى بطولات وتضحيات كبيرة قدموها شباب لبنانيين حتى لبنان يبقى.